اسمعني خالد، خلينا نمشي شويه مع سيف المحجوبي على خاطر فما ملاعبيه مثلا اللي ينجم يكون مردودهم ماهوش مواظب كيما وليد سليمان ويجي في نهائي وتلقاه في التوب نتاع الروندمون نتاعو. هذيك الاكسبيريونس شفنا وليد سليمان ظهر لي من 2006 يلعب في 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 الاهلي ولا 2008، معناها عنده بريسك 10 سنين في الاهلي، معناها قاعد لاعب برشا في فينالات، دونك ثلاثه اربع فينالات. هذا الكل نحطوه يا امين في كما نقولوا في الكادر نتاعو، لخاطر عندنا جوارات زاد، احنا عندنا الاكسبيريونس، عندنا ذوادي صحيح نحى من الجروب، عندنا شمام، عندنا البدري، عندنا البلايلي اللي كاليتي الوحيد اللي ناقص بتاتا في الاسبيرونس اللي راه فيه هو ريجيسور. هذاك انا باش نجي توا، باش نجي كان سفيان قلت انت خروج كوكوم وخروج ذوادي ظهر لي فما حاجه بلوس بتجي الاسبيرونس بوزيتيف اللي هي يمكن كوليبالي يفرقكم وكوليبالي كوليبالي بلاستو وشيخ وشعليني يمشي مع سعد بقير، خاطر احنا رجعنا كما قال عربي قال عنا قوتنا في البلاريتي ان شاء الله بقترب بلاريتي، دخول محمد علي العقوبي اول حاجه قوته في البلاريتي سعد بقير وسعد بقير في الفراب، معناها هذا معناها حاجات دو بلوس ان شاء الله باش يعاونونا في الفينال.